هنحتاج فيه ايه؟ هنحتاج فيه تفاح، تفاح يكون اخضر كيوي، وكمان عسل ولبن، بس يعني حاجات بسيطه جدا وعندنا في البيت اكيد. ولو ما عندناش هو يعني كيوي والتفاح نجيبهم على طول، ولادنا هيحبوا العصير ده قوي وهيعجبكم انتوا كمان. مش هنحلي بالسكر، هنحلي بالعسل بالشكل ده. المقادير بالظبط بتاعته هتلاقوها موجودة عندكم على الشاشة. خليني اكتفي باللبن ده، ولو احتاجنا لبن كمان هنزود. هحط الكيوي، تفاح، تفاح بالقشر بتاعه، التفاح الاخضر بالقشر، ما تشيلوش القشر خالص، اهم حاجه اغسلوه كويس قوي. لو ينفع تغسلوه بميه سخنه مغليه التفاح عشان تبقوا ضامنين، يعني هيبقى معاكم نظيف، هيبقى معاكم حلو وهيعجبكم هذا العصير انتم ووليداتكم ان شاء الله. اهو طبعا انا مكتره هنا التفاح عشان مش عايزاه يبقى سايل معايا قوي، عايزاه نص نص. لو احتاجنا لبن هرجع اقول لكم. هحط العسل في ايديكم، ممكن تعملوه كتير ممكن تعملوه قليل براحتكم. عايزين تخلوا العصير ده للناس اللي بتعمل دايت برضو حلوه قوي. نعمل اللبن لبن يبقى لايت خفيف، وكمان نعمل بدل العسل سكر. بس انا بالنسبه لي حتى الناس اللي بتعمل دايت العسل حلو جدا، بس ما نكترش منه، يعني ناخد النسبه اللي هتكفينا لجسمنا او اللي جسمنا هيحتاجها. طبعا اكيد هنشوف الدكتور الاول وبعد كده ناخده. اوكي خلينا نضربه. نحط اهو بيقع بصراحة، خليها هنا اهو، هنزود هنا شوية وهنا شوية. زي ما انتم شايفين النهاردة عملنا لكم حاجات وصفات حلوة، مأكولات بحرية حلوة. مش عايزة انا ارمي التفاح ده بصراحة، فعشان كده بوزعه على الازايز بتاعت العصير. هيا يعني هنديها لولادنا العصير ده، هنديه لولادنا حلو جدا. الكيوي احنا عارفين للشتاء، يعني طبعا جبار بالنسبة للشتاء والبرد تنسوه، يعني اللي بياخد كيوي كل يوم ده كأنه بياخد مضاد حيوي كده. بسم الله.